السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم مروة مروان من قناة الطبخ أحلى مع نغم. هنعمل مع بعض النهاردة البسكوت بالمكنة بطريقة سهلة وبسيطة. أنا عملته معاكم في الفيديو اللي فات بالكيس، المرة دي هنعمل مع بعض بالمكنة. هنشوف الطريقة سهلة ازاي، لو اول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بلايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شايفين التسويه بتاعته عامله ازاي؟ ما شاء الله لون جميل، قرمشه جميله وطعمه وريحته جميله بجد. انا مستخدمه السمنه، سمنه جنه. يا ريت تعملولنا لايك، والناس اللي لسه اول مره تخش القناه بتاعتنا، القناه بتاعتنا بتقدم محتوى طبخ وتحديات وشغل اونلاين، ان شاء الله هتعجبكم. والناس اللي لسه معانا طبعا عارفين احنا بنقدم ايه، يا ريت تدعمونا وتوصلوا الفيديو ده للفيديو اللايكات كتير عشان الناس تانية غيركم كمان تشوفه. يلا بينا نخش على الوصفه والمقادير. انا عملت معاكم البسكوت بطريقه بتاعه الكيس قبل كده، الفيديوهين اللي فاتوا عملته بالكيس، المره دي هعمله معاكم بالمكنه. هقول معاكم المكونات، هي بتختلف عن الطريقه بتاعه الكيس لان البسكوت بتاع المكنه لازم يكون العجينه بتاعته ماسكه نفسها شويه. معايا هنا الدقيق، الاكياس المغلفه دي ما بتجيش كيلو كامل، فانا بفتح الكيس وبكمله 1000 جرام او بكمله كيلو كامل على الميزان من كيس تاني. ولازم يكون البيض بحراره الغرفه، انا نسيت اطلعه النهارده، فعلى ما افتكرته طلعته وحطيته في ميه فتره. قبل ما اكسره كده حطيته في ميه فتره، ولحد ما كملت المكونات كان هو بقى كويس. هياخد الكيلو الدقيق او 1000 جرام هياخد 330 جرام سمنه. انا عمليت المج ده مره قبل كده، بس بتضغطيه ضغطه جامده لحد ما بتمليه على الاخر، بيبقى سوى الحافه بتاعته من فوق. وحطيتها وكملت الباقي، كانت كوبايه الا ربع، يعني بالظبط كوبايتين الا ربع، بس بيكون ضغطهم جامد. ده معيار 330 جرام سمنه. هياخد معيار 300 جرام سكر، برضو بتبقى ضغط السكر على قد ما تقدري في الكوبايه. انا حطيت مج كامل برضو لحد الحافه بتاعته، والباقيين دول النص مج، يعني في النص بالظبط بين الايد بتاعه الكوبايه. بالكوبايه هيبقى مج ونص مضغوطين ضغطه جامده. وحطيت برضو باكت فانيليا، انا نسيت اوريه لكم في التصوير، لازم تكون السمنه طالعه من التلاجة يا جماعه علشان العجينه ما تسيلش منك او ما تسيحش منك. هنا هحط الثلاث بيضات، وهحط هنا نص، دي نص كوبايه او 100 مللي ميه في النص بالظبط بين برضو الايد بتاعه. انا بقول لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام علشان اللي ما عندوش ميزان، بس يستحسن الحاجات اللي بالجرام دي بتبقى مظبوطه قوي بالميزان. هحط كيس من اللي هو التانج ده، او لو انت عندك من اللي هو التانج السايب اللي هي العلب الكبيره، حط معلقتين هقلبهم في الميه. لو عندك لبن ممكن تعمليه بلبن، بس انا بفضل الميه صراحه. هقلبه في الميه وهدوبه كده، وهحتاج برضو معلقه صغيره نشادر، هحطها في قلب العصير زي ما انتم شايفينه كده، بس يستحسن ان انتم تكونوا حاطين طبق تحته، لان انا نسيت اجيب طبق، ولما قلت لنغم بنتي تقوم تجيب طبق كان هو فار. ولو النشادر لما تيجي تحطيه في الميه او في اللبن او في العصير مفارش وعمل الفوران بتاعه ده، يبقى النشادر مش مظبوطه، ما تحطهاش على المكونات بتاعتك. هاخد دلوقتي هنا معلقه صغيره ممسوحه، ولازم تكون ممسوحه ما تكترش عشان البسكوته ما تفرش منك. انا ببنتج دلوقتي وانا بسوي في قلب البسكوت. هحطها على الدقيق، وهاخد معلقه ممسوحه نشادر احطها على على العصير. شوف فارت مني اهو زي ما انا قلت لكم، لحقتها على العصير، حطيتها على البيض. يبقى معاكم يبقى معاكم طبق كبير بس عشان الفوران ده ما يوقعش حواليكوا. يعني هي بتفور مسافة دقيقتين وبتهدى تاني. هنضرب بقى دلوقتي، عندي هنا في الطبق زي ما قلت لكم
الفانيليا والسمنه بحراره التلاجة، والسكر البودر لازم تكون انت طحناه في البيت عشان اللي بيجي من بره ده بيبقى عليه نشا وما بظبطش الوصفه يعني. هضربه لحد ما يبقى عامل زي الكريم شانتيه، هيبقى كريمي في بعضه كده. وكل شويه هقلب الجوانب عشان السكر والبيض والسمنه اللي في الجوانب اللي ما ضربوش او مسحوش يتضربوا كويس. زي ما انتوا شايفين كده هرجع اضرب برضو، ومش هستعجل على السكر والسمنه علشان يديني نتيجه كويسه. هفضل اضرب فيه لحد ما يعمل فوم بالطريقه دي، واقلب الجنوب. هنزل بالبيض واحده واحده، ومش هنزل بالتانيه غير اما الاولانيه تختفي. هضرب فيها كده لحد ما تختفي كويس، انا بضرب على اقصى سرعه. هنا انا مش هضيف باقي البيض غير لما البيضه الاولانيه تختفي، هنلم الجنوب وفي كل ضربه علشان الحاجات اللي في الجنب دي لو ما اختلطتش هتبوظ العجينه معاك. دلوقتي حطيت البيضه الاخيره، اضرب كده برضو لحد ما تختفي قبل ما اضيف في العصير او الميه لو انت مش هتعمليه بالبرتقال. تقدري تستخدمي معلقه كبيره بيكنج باودر مكان النشادر، بدل ما تحطي معلقه صغيره نشادر ومعلقه صغيره بيكنج باودر. اللي من الناس ما بتحبش النشادر ممكن تستخدم معلقه كبيره بيكنج باودر وتستغنى عن النشادر خالص. هنفضل نضرب كده لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعضه. هنا انا حطيت نص كوبايه العصير او نص كوبايه الميه لو مش عايزه عصير، وهفضل اضرب برضو لحد ما اختلط وملم الجنوب كده زي ما قلتلكوا في اول الفيديو. اضرب بالمضرب كويس جدا لحد ما كل القوام ده يختلط مع بعضه. هنزل بالدقيق، ممكن تنزلي بالدقيق واحده واحده لو انت اول مره تجربيه مش واثقه فيه، بس انا هنزل بالدقيق كل مره واحده. وما تعجنيش، لو انت عجنتي هتطلعي العرق للعجينه وتبقى عامله زي عجينه العيش والمخبوزات والحاجات دي. مش اسمها نواعم علشان بتبقى ناعمه كلها كده دايبه في بعضها، ده انت بتلمي بس العجينه بصوابعك بس، مجرد لما ان انت تخلي العجينه تشرب بس السوائل والحاجات اللي كانت موجوده في الطبق في الاول. عايزه تعرفي بقى ان كانت هي مظبوطه ولا مش مظبوطه، بتمسكيها بايدك التانية اللي هي النظيفه. لو ماسكاها بايدك اللي هي انت بتقلبي بيها هتلاقيها بتلزق، تمسكيها بايدك النظيفه تلاقيها كده طريه جدا بس ما بتلزقش في ايدك. هتكورها في ايدك كده وتعمليها زي الكره وتضغطي عليها من النص، لو شققت يبقى لسه محتاجه شويه ميه صغيره، هتنزلي معلقه بمعلقه. لو ما شققتش زي ما هي معانا كده هلمها بس كده بقى، تبقى كده جاهزه للاستخدام، هنستخدمها على طول من غير ما نريحها. انا عامله النهارده بالمكنه، المكنه دي موجوده عندي من ايام الفرح، انا بس ده جبت لها الوش ده بتاع البسكوت ده مقاس 8، المكنه دي مقاس 8، لفيت كتير جدا لما جبت الوش لان مبقاش موجود. فيستحسن لو هتشتري مكنه اشتريها مقاس 10، المحلات كلها مليانه وشوش من بتاعه البسكوت بس مقاس 10 بس، الحمد لله لقيت المقاس 8. هنا ما دهنتش الصينيه اي ماده دهنيه، انا حطيتها على الصينيه على طول. حاولي ما تشديش البسكوته وانت بتطلعها من المكنه، لا خليها هي اللي تنزل على ايدك واحده واحده بسلاسه كده براحتها. نعم بنتي كانت بتساعدني في اللف، كانت لابسه ورايحه الدرس، فقالت لما اصحابها يعدوا عليها تكون لفت معايا شويه. سمير قاعد جنبها مستني الدور عليها، ربنا يصلح حالهم ويهدهم يا رب. انا حبيت اسيب الفيديو شغال يعني شويه صغيرين كمان كده وانا بعمل البسكوت علشان تعرفوا طريقه الشد من المكنه ازاي. انا عارفه ان كلكم اشطر مني بس برضو ده امانه لازم اقولها لكم كلها بالتفصيل. احنا كده بنسواها، لو لقينا بسكوت اطول من التانية بنسويها، وبرضو لو البسكوت اتحطت مننا محروقة بنسويها بالسكينة، يعني بنعدلها كده بالسكينة علشان ما تطلعش من الفرن شكلها مش حلو، لازم تهندم شكل البسكوت كده. كان سمير ابني لسه قايم من النوم لأ نغم بتلف معاه في المكنة، فقال لي خد الدور، على الرغم ان انا عاملة البسكوت لنا من قبل كده من قبل ما ابدأ شغل خالص وعينته لينا يعني العيد. بس كل ما بعمل اوردر تلاقي لي علم الماما حواليا فرحانين بفرحة العيد، حاسين ان خلاص العيد بكرة. كل سنة وانت طيب، بجد الحاجات دي بتفرح الولاد في البيت اوي. ميت الدي ده عمليات للصواني دي، انا دلوقتي مولعة الفرن بسخن، هدي النار على درجة 170 او 180، واحط الصاج الشبكة في النص واحط البسكوت عليها لحد ما ياخد لون ذهبي فاتح من تحت،
لو الوش اتحمر ماشي، لو ما اتحمرش ولع شوية وخد بالي وانا واقفة جنبه لانه بيحمر بسرعة. نحطه بقى في الفرن وارجع لكم. شايفين ما شاء الله ده شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن. نوزنهم مع بعض دلوقتي واحنا بنغلفهم. شايفين شكلها، شايفين التسوية بتاعتها. لونها بسم الله ما شاء الله. نسيبهم يبردوا بقى براحتهم وبعدين نشتريهم من الصوان. ما ينفعش اشتري البسكوت من الصينية غير لما الصينية تبرد خالص، علشان البسكوت يعتبر بياخد التسوية الاخيرة كده في السخونية بتاعت الصينية. انا عملت دول باتنين كيلو دقيق، كل كيلو طلع المقدار ده. هوزنه معاكم دلوقتي. بس يا ريت لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو وعجبكم تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا ما عدتش عارفه احلل الدبان ده والله. هوزنه معاكم دلوقتي واقول لكم كل مقدار كل كيلو طلع قد ايه. بس تقريبا مش هيطلع كيلو ونص احساسي، يعني احساسي كده مش هيطلع كيلو ونص، ممكن يطلع اقل من كيلو ونص. هشوف برضو المقدار طلع قد ايه واعرفكم. ده المقدار اللي عملته معاكم. عمل الكيلو دي عمل 1423، يعني برضو مكملش للكيلو ونص. يعني لو حد يطلب منك كيلو ونص هتضطر تزوده في المقدار شوية. طبعا ما بتيجي توزني ما بتوزنيش ما بتيجي توزني ما بتوزنيش الكرتونة اللي هي اللي بتسلمي فيها معاها، يعني بتصفر الميزان الاول وبعدين بتوزن الوزن بتاع البوتيفور او الكحك او البسكوت او الحاجه اللي انت هتطلعها الاوردر بتاعك. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبالهنا والشفا. العلبة دي بتاخد كيلو ونص. ده شكل البسكوت بعد ما حطينا كده في علبة العلبة اللي هنسلمها هنسلم بيها الاوردر. دي طبقتين، في طبقة تحت هنا اهي، الطبقة اللي فوق. بألف هنا وشفا لأصحاب يا رب. ياريت لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبالهنا والشفا.